عليه الدراغ الماء. ماشي. انت صابت؟ ابقى احط عليه. انت جمعنا وكلنا. بيتنا راحت، بيت الجيران راحت، يعني هذاك النهار اخرنا يوم ماني طالع من البيت، انا كما متت بالبيت. انا ابوي والدي عمره تقريبا 70 80 سنه 90 سنه طلعته من تحت البلور. خوف من قصف الشديد وتقدم الترك علينا، الجيش الترك عدواني، لاني عندي بنات ما بنعرف ايش صار فيها اليوم. نزحنا جينا على بيت اهلي على بالعفرين، والله ابني بالمستشفى صار له 3 ايام 4 ايام.